السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي مقطع تحديات اللي الكل ينتظره، تحديات الوقت الإضافي أو الأوفر تايم من فورتنايت. التحديات مرة سهلة، ولو خلصتم راح تاخذ السائلات الجديدة 3 من سكنات الباتل باس وفوق 5000 اكس بي وشاشة انتظار. بنشوف شرح كامل، ولو حد دعمني تقدر تحط كود المتجر سيو. وخليكم مع المقطع. لو دخلنا على صفحة التحديات راح نلاقي حدث جديد، وهو تحديات الأوفر تايم أو الوقت الإضافي. ولو دخلت هنا بتلاقي أن في 6 تحديات بالضبط، وكل تحدي بيعطيك 1000 إكس بي. وبالنسبة للسائلات الإسكنات فراح نشوف أن في 3 سائلات جديدة، وعشان نطلع أول واحد فلازم تخلص تحديين 2 من تحديات الأوفر تايم. لو تريد تطلع للسائل الثاني فلازم تخلص 4 من التحديات، ولو تريد تطلع للسائل الأخير فلازم تخلص 6 تحديات يعني كلهم. حاليا في تحديين 2 بس نزلوا، وبعد يومين راح ينزل كمان 2، وبعد 4 ايام راح ينزلوا كمان 2، وبيصير المجموع 6. ويلا نبدا بشرح اول تحديان. والتحدي الاول، قم تجميع 20 عمله ذهبيه في جزر الكرياتيف الجديده. لازم تروح لطول الكرياتيف وتجمع 20 عمله ذهبيه في الجزر الجديده. العملات راح تلاقوها في 3 من الجزر، اول وحده على اليمين وثاني جزيره والثالثه. انصحكم بالجزيره الثالثه اللي في الوسط لان فيها عملات كثير وسهل تجمعها. ادخل الجزيره وسوي ستارت جيم وابدا جمع العملات. لازم تجمع 20 عمله، وعادي في اكثر من جزيره، يعني تجهنا وتجمع 10 وتروح للباقيات وتجمع 10. المهم اختار اللي يعجبك من الثلاثة وابدأ جمع العملات، وكذا نكون خلصنا أول تحدي. التحدي الثاني، قم بالوصول للمراكز العشرة الأولى مع أحد أصدقائك في طول السكواد 3 مرات. التحدي هذا سهل كثير، بس أهم شيء أنك تلاقي واحد يلعب معك. لازم تدخل مع واحد بس أو واحد على الأقل من الناس اللي أنت ضايفهم، وتدخل وتلعب طول السكواد وتوصل للتوب 10 أو المراكز العشرة الأولى. وعادي أنت وصدقك تدخل سكواد نوفل أو سكواد فيل، أهم شيء طول السكواد ومع واحد أنت ضايفه، وتوصل للتوب 10 3 مرات. يعني انزلوا اماكن بعيدة عن الباص عشان ما تموتوا، وكذا تكونوا خلصت التحدي. ولو خلصت التحديين فراح تاخذ اول سائل من السائلات الجديدة، ولازم تستنى يومين كمان للسائل الثاني بعد ما تنزل باقي التحديات. وكذا نكون شرحنا كل شيء اليوم. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة، وتراني مناسب فقرة الاسئلة وبسويها. كان معكم سيو، ومع السلامة.